أنت غليظ، ليش هيك عم تضحك؟ على أعلى رسالتي هي؟ هي هي مشاعرك؟ إيه؟ اتنين ساري وشالين وشامبو. لا 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 ليكي أنتارا ردي، فرجيكي بعدين. ليك اسمع، هذا يلي هون نحنا منساعد الفقراء يلي بيجوا لعنا مثلك، وإذا شي بيخليكي تتركيني بحالي. شو؟ ما عندي أي مشكلة. ماشي؟ منان؟ ايه؟ امشي يلا. يلا. وعلى شو شايف حاله؟ قليلي ليش عم تضحكي انت التانية؟ هاي رسالتك. ايه لك هاد وصل المصبغة. عن جد عم تحكي؟ يعني سومان أخذت الرسالة اللي انت كاتبتيها. انت ليش ما بدك تساوي العرض مع سومان؟ فهمني. استاذ السبب شخصي وما فيني إلك يا، انا بعتذر منك. آسف رامفير، بس انت رح تساوي العرض مع سومان إجباري، وإذا ما ساويتوا سوا انتوا الاثنين رح تاخدوا صفر. انت قرر هلأ. بس استاذ شو القصة مع رامفير؟ ما في عنده مشكلة إنه ياخد صفر، بس المهم ما يشتغل معي. شبك انت بدك تضلي تقطعي لي رقصتي هيك؟ هلا قليلي وين سومان؟ بتكون جاي على الطريق. وينو ابنك؟ ليش مانو معك؟ فير عنده تدريب رقص مشان عرض بالمدرسة، بس ليخلص. سومان جبتي التياب من المصبغة؟ لا بنتي، قصدك جبتي جبل التياب من المصبغة. شبك مو شايفتيون قدامك؟ ليش عم تسألي هلا؟ طيب الوصل هو معك شي؟ المفروض تكون عطيته للرجال يلي بالمصبغة ليعطيها جبل هالتياب. لا ماما، لما قلت له على اسمك أعطاني إياهم، بس أنا كنت مستعجلة ونسيت وين حطيت الوصل. شايفين قديشني معروفة بالبلد؟ يعني هلأ الوصل مو معك أختي؟ لا. سمعتي شو قالت سانجانا؟ هي مضيعة الوصل. منيح كتير. ايه لك شبكن، ليش عم تعملوا هيك؟ جنيتي انت وياها يعني؟ قولولي ليش مبسوطين كل هالقد انه ضاع الوصل؟ يعني انه صاحب المصبغة ركب راسه وأصر انه بده الوصل، وقتها ما كان رح يرجع لنا التياب، بس رجعون وهلا وصل. ايش الحال؟ ايه رجعون. كتير منيح. لا مو معقول، اذا ضلوا هدول البنتين يتصرفوا هيك ما حدا رح يرضى يتزوجهم بالمرة. بكره النفاق والمشاعر الكذابة، ما بقدر اتعامل مع الناس اللي بيحكوا شيء وبيعملوا عكسه. ليش رامفير قال عني منافقة؟ طيب أنا ما ساويت شيء، الصبح أجا لعندي وعطيته الملاحظات، بس ليش غير رأيه؟ فجأة بطل وما عاد بده يساوي العرض معي. مانك منتبهة يعني؟ قوليلي كم مرة لازم يصفر؟ آسفة ماما. شو صاير معك؟ انتي ليش عم تبكي؟ لا ماما، هي دخل بعيني بخار. ليكي لا تخبي علي شي بنتي، الأم بتحس شو صاير بولادها ولو هي غايبة. حكيلي سومان. اليوم زميلي رامفير رفض يساوي العرض معي، وأستاذنا قال إنه إذا ما منساويه سوا رح ناخد صفر. وليش ليساوي هيك؟ وإنتي ليش لهلأ حتى خبرتيني بهذا الكلام؟ ماما أنا ما بدي نرجع نتخانق أنا وإنتي. بس هالمرة رح أتخانق معه هو، لأنه زعجك وضايقك كل هالقد. بس ماما. لا تخافي بنتي، هو اللي لازم يخاف،
لأنه غلط بحقك ولازم يتعاقب على هالشي. بس بتعرفي أنا كتير مزعوجة منك يا سومان. ليش ماما؟ لأنه أول ما فتي على الكلية أنا فهمتك كيف لازم تتصرفي مع العالم، بس أنتي ما رديتي علي. آسفة ماما. ما لازم تكوني ضعيفة بنتي، كوني قوية، وبحياتك لا تستسلمي لحدا مين ما كان. روحي روحي واضربي كف على نص خلقته. اضربه؟ ايه، لازم يتعاقب على اللي عمله معك. انا بتمنى تكونوا كلياتكن مساوين وظائفكن عن التواصل اللاشفهي. ومين منكن حابب يبلش هلأ؟ بعرف انكم متوترين. شو؟ إذا انتو كنتوا متقدمين من شغلكن فما في داعي للتوتر. قولوا لي مين رح يبلش؟ أنا ببلش. سومان كتير حلو، يلا تفضلي. بس وينو شريكك رامفير؟ رامفير؟ أستاذ. شو عم تساوي عندك وشريكتك واقفة هون؟ تعا وقف جنبها. وهلأ ورجيني شغلك إذا سمحتي. سومان فيكي تشرحي لنا؟ شو يعني البصر؟ يعني انك تشوف وتتطلع، وهي طريقة للتواصل. ممكن تتطلعوا على الصورة وتخبرونا شو شايفين فيها؟ ما انا واضحة سومان. اذا بتركز منيح رح تشوفها واضحة. هذا نمل عم الرجيم. النمل ما بيبعد عن السكر، يمكن قطعة السكاكر مو حلوة. تماماً صح كلامك، بس اللي منلاحظه هون إنه كل النملات لاحقين النملة الأولى بدون أي كلام، ولا نملة عم تمشي باتجاه السكرة. وهذا بيعني إنه النمل بيوثق ببعضه كتير، وهذا هو جوهر التواصل اللاشفهي اللي عم أشرحه، ولازم نحنا كمان نوثق ببعضنا. انتو الاثنين عملتوا شغل مثل هالنملات، ولهيك رح تاخدوا 10 من 10. اللي كيف خطرت على بالك هالفكرة المميزة؟ انا اسف استاذ، بس انا ما بستحق هالعلامة، لانه مو انا اللي عملت هذا العرض المميز. لكن ليش اسمك مكتوب عليه اذا مو انت يلي ساويته؟ اللي ساوى العرض هو اللي بيقدر يجاوبك على سؤال مثل هالسؤال استاذ. انا سبق وخبرتكن انه اذا ما بتشتغلوا اتنيناتكن مع بعض رح تاخدوا 0، وانا هلا مضطر احط لكم 0. لا لا استاذ، امبارح طلعت روحي وانا عم ساوي العرض، ليش الصفر؟ لكن ليش ما اشتغلتوا مثل ما قلت لكم؟ انتوا عم تدرسوا باحسن كليه اداره اعمال بهالبلد، وقواعد الكليه صار ما كثير، ليش ما التزمتوا؟ عن جد خيبتوا لي املي. عم تضيعوا مواهبكم المنيحه بعدم التزامكم بالقواعد. وهلا تفضلوا، وهلا ارجعوا على محلاتكم.
ميزات الشاب يلي بدي اياه. ما فيني اختار عيلة غنية لأخلق فيها، بس بقدر اختار شاب غني واتزوجه، صح؟ أحلامي كبيرة وكتيرة كمان. وحده الشاب الغني هو اللي قادر يحقق لي أحلامي، وأما بالنسبة للحب دخلك لاحقة عليه بعدين. المهم لازم اتزوجه. انتي دعي لي اني اعجبه لهالشاب. رح البس هذا الفستان القصير اذا بيلفت انتباهه وبيعجبه. روق رانفير، الاساتذة هون كلهم هيك، اوقات ببهدلوا طلابهم على اشياء كتير سخيفة وما لها طعمة. خلصنا يعني بدك تضل هيك متضايق؟ يلا اضحك بقى. رانفير ليك، شايف شي مرة حط سمك؟ طلع، خلينا نضحكه. لك شبكون شو عم تسوي؟ ايه بدنا نضحكك. هو هلأ عم يضحك بعد ما أخذ صفر. لا تخافي بنتي، هو اللي لازم يخاف لأنه غلط بحقك ولازم يتعاقب على هالشي. مع حق ماما، هو يلي غلط مو أنا. نيناتنا أخذنا صفر من ورا عناده. هو مو جاي على الكلية لحتى يدرس، بس جاي ليضيع وقت. والماجستير مو مهم، أما أنا مستقبل عيلتي متوقف على شهادة الماجستير اللي رح أخده، وما رح خلي رانفير يدمر لي مستقبلي أبدا. لازم تكوني قوية ولا تستسلمي لحدا. روحي روحي وضربي كف على نص خلقته. ايه خلصنا بقى، لا تحملها كل هالقد. ايه طبعا رايحة اسف وكف لانه بيستاهل هالشي.